السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم في مقرر المدخل إلى علم القانون مصادر القانون. مصادر القانون، ونقصد بذلك المصادر التشريعية والمصادر غير التشريعية. فحول مصادر القانون نقول هناك المصدر المادي وهناك المصدر الرسمي، والمصدر المادي هو المصدر الذي تستمد منه القاعدة القانونية مادتها أو موضوعها، أي أن الحكم الذي تتضمنه القاعدة هو الذي يكون موضوعها ومادتها. أما المصدر الرسمي فهو المصدر الذي يوفر لها قوتها الإلزامية أو صبغتها الرسمية، وإن القوة الإلزامية التي تتمتع بها القاعدة هي التي تضفي عليها الصفة الرسمية. إذن المصدر المادي هو المصدر الذي تستمد منه القاعدة القانونية مادتها وموضوعها، أما المصدر الرسمي فهو الذي يوفر للقاعدة القانونية قوتها الإلزامية وصبغتها الرسمية، ولا تكتمل القاعدة القانونية إلا إذا توفر لها هذان العنصران معا، مادتها أو موضوعها من جهة وصيغتها الرسمية من جهة ثانية. لأن المصادر المادية كلها إذا كانت توفر للقاعدة مادتها وموضوعها وفحواها لا تكفي لجعلها قاعدة قانونية، بل لابد للقاعدة في نفس الوقت من مصدر رسمي يضفي عليها القوة الإلزامية. فالمصادر المادية لا تكشف لنا عن وجود القواعد القانونية أو عدم وجودها، وإنما الذي يرشدنا إلى ذلك هو المصادر الرسمية. وعلى هذا فإن المصادر الرسمية للقواعد القانونية هي وحدها التي تعنينا في مصادر القانون. فمثلا إن المصدر المادي لقانون الأحوال الشخصية هو الشريعة الإسلامية، والمصدر المادي للقانون المدني هو القانون المدني المصري أو القانون المدني الفرنسي، نقصد القانون المدني السوري. مصدر أو مادة القانون المدني المصري أو الفرنسي. هذه المصادر الرسمية هي التشريع والعرف. التشريع والعرف هما المصدران الرئيسيان الرسميان للقانون. يضاف إلى هذين المصدرين في بعض البلاد مصدران آخران أو أحدهما، وهما القواعد الدينية من جهة ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة من جهة أخرى. ويتصل بالمصادر الرسمية للقانون مصدران آخران يعتبران بمثابة مصدرين تفسيريين هما الاجتهاد القضائي والفقه. ما هي أوجه الاختلاف بين المصادر الرسمية والاجتهاد القضائي والفقه؟ سؤال يتبادر إلى الذهن. إن الاجتهاد القضائي والفقه لا يؤديان إلى إيجاد قواعد قانونية عامة قابلة للتطبيق بصورة إلزامية ومضطردة على جميع الحالات المتماثلة، كما هو الأمر بالنسبة للمصادر الرسمية، بل إن دورهما يقتصر على تفسير وبيان كيفية تطبيق القواعد القانونية المنبثقة عن المصادر الرسمية، دون أن يكون لما ينتج عنهما صفة القواعد القانونية الإلزامية. وهنا لابد من إبراز بعض الملاحظات. أولا،
لا تطبق المصادر الرسمية للقواعد القانونية جميعها دوما في مختلف الأحوال والظروف، بل إن هناك بعض الأمور كالأمور الجزائية مثلا لا يمكن أن يطبق فيها سوى مصدر واحد هو التشريع، حيث أنه من أهم مبادئ القانون الجزائي المبدأ الذي ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. والقانون هنا هو التشريع، وذلك لأن الأحكام الجزائية إنما تتعلق بأرواح الناس وحرياتهم وسلامتهم، ومن الواجب تنظيمها عن طريق التشريع وعدم ترك أمور الناس فيها عرضة لأهواء القضاة وتقديراتهم الشخصية. فمهما بلغ القاضي من العدالة إلا أنه قد يجتهد ويكون اجتهاده في غير محله، لذلك النص القانوني واجب التطبيق. مثال: لا يوجد نص تشريعي يعاقب الإنسان على عدم تطوعه لإنقاذ شخص معرض للخطر، وبالتالي فإن القاضي لا يستطيع أن يفرض عليه عقوبة ما استنادا إلى ما قد يراه من مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد العدالة مثلا، لأن المصدر الوحيد في الأمور الجزائية هو التشريع، هو النص القانوني. لكن في هذا المثال هناك نص قانوني يعاقب على حالة هي حالة الامتناع عن فعل، وتسمى الجريمة السلبية. هنا لوجود نص قانوني في الجريمة السلبية أصبحت معاقبة بالنص التشريعي، يفرض ذلك ضمن قواعد القانون. فمثلا الأم التي تمتنع عن إرضاع ولدها يعاقبها القانون إذا مات الولد، جريمة سلبية. أيضا المثال السابق أن عدم التطوع لإنقاذ شخص، طبعا عدم التطوع في مكان بعيد، أما القانون إذا كان هذا الشخص موجود في المكان وكان أمامه شخص يغرق أو يحترق وجب عليه إنقاذه، وإلا يعتبر أنه قد ارتكب جريمة سلبية. مثال آخر: إذا حدد التشريع لجريمة من الجرائم عقوبة معينة، فإن القاضي لا يستطيع أن يفرض عقوبة غيرها يقدرها بنفسه استنادا إلى الأعراف مثلا أو غيره، وإنما يلتزم بالعقوبة الموضوعة. والتشريع نفسه أعطى القاضي حق تخفيض العقوبة وليس له الحق برفع العقوبة أو تجديدها. ثانيا: ليس للقاضي حرية الاختيار بين هذه المصادر وتطبيق ما يراه مناسبا منها دون غيره، بل هناك ترتيبا وتسلسلا معين بينها يلزم هذا الترتيب القاضي باتباعه. إذن هناك ترتيب وتسلسل معين بينها يلزم القاضي باتباعه، وذلك كما ورد في المادة الأولى من القانون المدني السوري التي تنص. تقول المادة الأولى: تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو طحواها. في الفقرة الثانية تقول المادة الأولى في الفقرة الثانية: فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. بحسب هذه المادة يعتبر التشريع المصدر الأول للقواعد القانونية. في حال عدم وجود نص يمكن تطبيقه من التشريع يعمد القاضي إلى الحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن لم يجد يعود إلى العرف ويحكم بمقتضى العرف، إذا لم يوجد أيضا عرف حول الواقعة يعود إلى القانون الطبيعي وقواعد العدالة. مثال: إذا عرضت على القاضي قضية تتعلق بالقرض مع الفائدة، مع العلم أن مبادئ الشريعة الإسلامية تحرم هذا النوع من القرض،
القاضي ملزم بأن يحكم أولا بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالموضوع الذي يطلب إليه الحكم فيه، ولا يستطيع أن يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية إلا في حال عدم وجود هذه النصوص. فبالنسبة للقرض مع الفائدة هناك نصوص تشريعية تجيزه، فلا يمكن إذن تطبيق غير هذه النصوص. مثال آخر، عرضت على القاضي الجزائي قضية جزائية لم يجد لها نص تشريعي بالأفعال التي قام بها المدعى عليه الفاعل. ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يحكم القاضي في هذه الحالة بإعلان البراءة أو عدم المسؤولية، حيث أن هناك مصدر وحيد للأمور الجزائية هو التشريع، هو النص القانوني. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ثالثا، اعتبر الفقه والاجتهاد القضائي في كثير من الشرائع فيما مضى أنه من المصادر الرسمية للقواعد القانونية، وفي الواقع لم يقتصر دور الاجتهاد القضائي والفقه في كثير من الشرائع القديمة كالشريعة الرومانية على تفسير القواعد القانونية وتطبيقها، بل كان لهما الأثر البالغ في إيجاد الكثير من القواعد. ولا يزال الاجتهاد القضائي يعتبر من المصادر الرسمية في بعض البلاد كإنجلترا، حيث تعتبر الأحكام القضائية تعتبر بمثابة سوابق ملزمة ومن الواجب اتباعها في القضايا المماثلة. رابعاً، إن الاجتهاد القضائي بصورة خاصة له من الوجهة العملية تأثير كبير في تطوير القواعد القانونية وتعديلها، على الرغم من اعتباره من الوجهة النظرية من المصادر التفسيرية لا الرسمية، واعتباره غير ملزم إلا بالنسبة للقضايا نفسها التي فصلت فيها هذه الأحكام دون أن تكون واجبة التطبيق في القضايا المماثلة، وذلك لأن القضاة يعمدون إلى شيء من التوسع أو التصرف في تفسير القواعد القانونية لجعل هذه القواعد أكثر ملائمة لمقتضيات التطور والبيئة. يعني عمليا نبقى ضمن القانون السوري، الاجتهاد القضائي هو من مبادئ العدالة، فالقانون السوري يأخذ بالاجتهاد القضائي، وأحيانا يطبق الاجتهاد القضائي توازيا مع تطبيق القانون نفسه، يطبق توازيا مع تطبيق القانون قبل الشريعة الإسلامية وقبل العرف، وهذا يخالف تسلسل المادة الأولى من القانون المدني السوري. الاجتهاد القضائي في سوريا له منزلة ومرتبة عالية جدا، سواء في تفسير القانون أو في إكمال نواقص القانون من الناحية العملية وليس من الناحية النظرية. من الناحية النظرية النص القانوني أو التشريع، ثم الشريعة الإسلامية، ثم العرف، ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. أما من الناحية العملية، الاجتهاد القضائي اللي هو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة يأتي بعد القانون مباشرة أو بمنزلة القانون طبعا، وهذا خطأ فاحش ولكنه للأسف يطبق خلافا للنص القانوني. خامسا، إن هناك نوع من التداخل والتقارب بين المصادر الرسمية والتفسيرية، فهي ليست منفصلة عن بعضها كل الانفصال، حيث يستمد التشريع كثيرا من قواعده من الأعراف السائدة، والاجتهاد القضائي من شأنه أن يوضح التشريع ويجدي غموضه ويظهر الأعراف ويثبتها. إذن تسهم هذه المصادر مشتركة في إيجاد القواعد القانونية وتطويرها وإعطائها صورتها الأخيرة التي تجعلها صالحة للتطبيق العملي. سادسا، إن المصادر المختلفة للقانون لم تظهر جميعها دفعة واحدة في التاريخ،
وإنما ظهرت على مراحل متتالية تبعاً لتطور المدنية وتقدمها، وهي على الترتيب التالي: العرف ظهر أولاً، ثم جاءت قواعد الدين ومبادئ القانون الطبيعي، مثلاً ظهرت الشريعة الإسلامية، قبل كانت الشريعة اليهودية شرع من قبلنا، ومبادئ القانون الطبيعي أيضاً الموجودة في الطبيعة لدى الناس، ثم بعد ذلك يأتي الاجتهاد، وأخيراً حسب التسلسل التاريخي يأتي التشريع، وإن كان التشريع يعتبر هو الأول وهو الأساس. نحن بذلك نكون قد أنهينا هذه المحاضرة التمهيدية في موضوع مصادر القانون. نلتقي في المحاضرة القادمة، ونبحث كل مصدر على حدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.